ما فهمت. فهمتي بس ما عجبك. ايه اكيد ما رح يعجبني، انتي بنتي الوحيدة، بدي افرح فيكي ولا الفكرة ان شاء الله بدنا نجوزك سرقة؟ ايدك ببوسة، سيرة العرس لبقى تفتحيها، والله مصاريف على الفاضي. يا ليش عم تحطي المصاريف من جيبتك انتي؟ ولا ابوكي درويش على باب الله مالي دريانة؟ ولا يا على قامتي عريسك مقطوع من شجرة؟ امي هيك الاصول، لا نحن قلال ولا عريسك قليل. وانا ما بحب لهي الاصول وما بحب الفشخره يلي مالها لازمه. لك الثانيه اسمعي ميرفت، ماما جماعه لساتهم حزنانين، ابوهم ما مرق عليه كثير، وابن عمهم ومرت عمهم، يعني العيله كلها حزنانه، وانا بصراحه بدي راعي ظروف جاد ومشاعره. ايه ايه برافو عليكي، بلشي هيك، ها مش عم بعد شوي تلاقي حالك مركونه على جنب وكلمه ما الك. ايه شو هي حرب وكل واحد منا بده يحط شروطه من الاول؟ بعدين انا حكيت مع بابا وتركني على راحتي. والله شو طالما انت متفقه انت وابوكي ليش جاي عم تساليني؟ روحي عني. يا خلص حبيبتي طولي بالك، هلا بيجي هيثم وانا بحاكي، بالاخر رح ترضى ان شاء الله. خالي انا ما بدي ضايقك بس فعلا قصتنا وصلانا لطريق مسدود. لا تقولي هيك، هذا بيتك ولازم تدافع عنه. والله ما قصرت، حاولت كثير، قيصر ما بده يعني، وانتي بتعرفي هذا الشيء. مشاكلنا صار لزمان مو بس من هلا، بس قيصر زمان كان عامل خاطر لابوه الله يرحمه، وهلا خلص صار شوره من راسه. مو على كيفه، في ولاد بالنص ما لازم يتشنططوا. لك طنشي طنشي يا امل، لبقى تلاحقي لبقى تسالي لوين رحت وين رجعت ليش تاخرت، اتركيه على راحته لا تخنقيه. والله ما عدت سألته ولا حكيته شي، اصلا ما عاد فرقانه معي. لا كمان مو هيك، بس احيانا الوحده مضطره تعمل حالها ما انا درياني بشي، يعني ترسم ابتسامه هيك على وشها تمشي حالها يعني. حبيبتي شو رايك نعمل محاوله اخيره؟ صدقيني ما رح تخسر شي. انا اهم شي بالنسبه لإلي ولادي، مستحيل اقدر اعيش بلاهم، كرمالهم ممكن اعمل اي شي، وقيصر عم يهددني فيهم، بده ياخذهم مني، هيك فجاه صار الاب الحنون، بده ياخذ كل شيء مني. مرت عمي انا عندي استعداد اعمل اي شيء، اي شيء بدك اياه مني، اي شيء بتقولي، بس بدي ارتاح.